Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ben biraz iyiyim. Sizin daha çok iyi olmanızı isterim. Evet, Enbiya suresi 58. ayetinden Arapçasını okumaya devam edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ فنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فوهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة فكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا فأوينا إليهم بأولى الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي لَنَدْعُمَنُ الْهَبَائِسِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ بِرَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ فنزرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين فداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشت فيه غنم القوم فكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وقلنا أتينا حكما وعلما فسهرنا مع داود الجبال يسبحن والطير فكنا فاعلين فعلمناه زنعة لبوس لكم لتوزنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون فلسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين فمن الشياطين من يغوصون له ويعملون أعمالا دون ذلك
Ve künnâ lehum âfizîn ve eyyûbe iznâde rabbehu enni mezzenî yeddurru ve ente errâmin râhimîn. Festecebnâ lehu fekeşefnâ mâ bihî min durrin ve âtaynâhu âhlehu ve mislehum mâ'ahum rahmeten min indinâ ve zikrâ lil âbidîn. Ve İsmail ve İdris ve Zelkifil kullum minessabirin ve edhalnâhum bi rahmetina innehum minessalihin ve zennûni izzâbe mugâdiben ve zennâ en lel nevdir aleyhi ve nâdâ fin zulümâti أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم فكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى فَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا فَكَانُوا لَنَا حَاشِينَ وَالَّذِي أَنزَلَ الْفَرْجَهَ فَنَفَخْنَا بِهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ أُمَّتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَوَلَّوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامُنَا عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ عَذَابٍ ينزلون فاغترى بل بود ربك إذا يشاهد يدون أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في قولة من عذاب كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبق لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حاسسها وهم في مجد أحد أنفسهم خالدون لا يأذنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم ندعو السماء كدعي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعودا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة
تولوا فقولوا آذنتكم على سواع فإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يغل من الجهر جهر من القول ويعلم ما تكتمون فإن أدري لعله فتنة الله وما تأوي لكن قال ربكم بالحق فربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم.